وإلى مناطق نزوح أشقائنا السوريين اتجهت قوافل الخير في خطوة لتعزيز العمل الإنساني. قام وفد من الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة لمناطق النزوح السورية، وذلك للاطلاع على أوضاع النازحين هناك ومتابعة آلية توزيع المساعدات. كاميرا قناة أبو ظبي رافقت الوفد فكان لها هذا التقرير. سنقوم بإن شاء الله إيصالها خلال